مرحبا، اليوم اجينا نزور معرض الاردن. هو معرض في وسط البلد بجنب المبنى الرئيسي لامانه عمان. لما تفوتوا من البوابه الرئيسيه على شمالكم بيكون شباك التذاكر. رسوم الدخول من 12 ل 18 سنه نص دينار، من 18 سنه ل 60 سنه دينار، والطلاب ربع دينار، والزوار الاجانب 5 دينار، والدخول مجاني للاردنيين اللي فوق ال 60 واللي تحت 12 سنه. طلعنا على الطابق الثاني لأنه تحت معرض للأثار وكان ممنوع لمس أي شيء من قبل الأطفال. إحنا موجودين بمعرض اسمه ألف اختراع اختراع 1001 اختراع. هذا المعرض بيحكي عن اختراعات المسلمين حوالي 300 سنة بالعصور الذهبية وإنجازاتهم وقدين المسلمين كان في حضارة وتاريخ وكلياتها، يعني علوم وإنجازات كلياتها. فالمعرض بيحكي عن العلماء واختراعات العلماء. قبل ما نكمل الفيديو بدي أشكر ملاك، هي موظفة في معرض الأردن، لأنها ظلت معنا طول الجولة وتعبت معنا كتير. شكرا ملاك. من أوائل الخرائط التي رسمت في العالم، رسمها العالم المسلم الجيوغرافي الإدريسي. طلب من ملك صقيليا لحتى يثبت انه الارض كرويه. في هذاك الزمان كانوا يعتقدوا انه الارض مسطحه فلات، وكانوا يعتقدوا انه اذا ظلهم ماشيين الانسان اذا ظل ماشي رح يوقع منها بالاخر. فطلب منه انه يثبتها لحتى يثبت انها كرويه. واللي بيميز هاي الخريطه انه الدايركشن فيها معكوسة، يعني الجنوب شمال والشمال جنوب والغرب شرق. وكانوا يعتقدوا بهذاك الزمان انه الجنوب هو الاعلى وهو المركز، وبعدين يعني الشمال يعني بالعكس. طبعا هلا احنا بالنسبة لنا هي غلط، بس بالنسبة لهم الدايركشن صح كلياتها. وبهاي الخريطة امريكا ما كانت مكتشفة، يعني مو موجودة، يعني الخريطة من الصين للمغرب بس. يس، هاي المناطق اللي كانت مكتشفة وقتها. بالضبط. طبعا يعني هاي الخريطة هي إسلامية عربية بحت. بالضبط، أكيد حتى كلياته هيك، كله عربي. طبعا موجود بالفيلم بيحكي عن الساعة. هلا هاي ساعة اخترعها العالم الجزري، هو عالم ميكانيكي ومسلم. طبعا اكثر ما بيميز هاي الساعة مش بس انها بتحدد الوقت، اكثر ما يميزها انها بتجمع حضارات بتمثل انه الاسلام انتشر بجميع الحضارات اللي في العالم. قربي هلا شوي نفرجيكم. هلا هذا السجاد الاحمر بدل على بلاد فارس، الرجل وعباءته والعمامة اللي براسه بدل على شبه الجزيرة العربية، التنين بدل على الصين، في طائر العنقاء فوق بدل على مصر، والنسر كمان بدل على مصر. هلا ما هي عملها، والفيل طبعا بدل على الهند. ما هي عملها انه لا، هون عالم الجاحظ. هذا العالم بيحكي عن اكتشافات الجاحظ. الجاحظ كان هو عالم برضه، كان يدرس عالم الحيوان وكيف الحيوانات كانت تتكيف بطبيعتها وشو الاختلافات بين الحيوانات وكيف طريقة عيشها. اكتشف انه النعامة ما عندها اسنان، النعامة ما عندها اسنان، فكيف تقدر تمضغ اكلها؟ انه كانت تاكل حجاره صغيره لحتى وحوالي 1 سنتيمتر يعني الحجاره لحتى تقدر تمضغ الاكل. وفي عصاره بمعدتها بتقدر تحلل الحجاره لحتى ما تاذيها بمعدتها. بصماتها مختلفه، كل بصمه هاي الاشياء البنيه، الدوائر البنيه بتختلف من زراعه الاخرى مثلنا، مثل احنا كيف كل واحد له بصمه معينه.
العالم انتوا عم بتشوفوه بتحسوا انه هو حدا كسول فعليا اول مره بعرف وفكه بيقدر يفتحه حوالي 10 سنتيمتر وبيقدر ياكل فيه تمساح عاد ما هو كبير والله عين هلا وحيد القرن هو من الحيوانات المهددة بالانقراض سبب المهددة بالانقراض انه القرن تاعه كثير بياخذوه بيستخدموه للزينة والحلي وانه يتزينوا فيه وانه يعملوا بوق فيه وهيك يس وانه كيف ابن الهيثم اكتشف الضوء انه كانوا يعتقدوا انه الضوء بيجي من العين فهو اكتشف انه الضوء بيجي من انعكاس الضوء هلا بنحضره ياس في فيديو يلا حركوا مثل العصفور خلص وقع حوالي كان احلام الطيران كان كثير يراقب العصفور انه كيف له جناحات وعمل مثل تو وينجز يعني وطار وهو فعليا طار بس وقع وانشل وقعد 10 سنين مشلول وبعدين توفى السبب انه كانت انه حركه الطيران فاشله انه ما عمل ديل مثل العصفور لانه ديل العصفور هو بوازن حركه الطيران هون دخلنا على قاعة لحتى نحضر فيديو قصير عن معرض 1001 وعن الأشياء الموجودة فيه وطبعاً الفيديو مترجم لأكثر من لغة. Does it actually tell time? Wow. Yes, of course. على المعرض هذا. Well, for me, thousands of people would be late for everything. Speaking of time, we better get back. Remember, spread the word. This is a golden age. لا سوف ازعاجك نريد ان نكتشف اثر العصور المظلمه على العصر الحديث نروي هذا السوء لا تنسها انها ثمينه ساره مبسوطه اتوقع ان هناك من ملا عقولكم بالهلاء المعتاد الف سنه ضائعه المعرض كتير حلو وفيه معلومات اثريه وتاريخيه كتير حلوه بس الأطفال اللي أكبر من 10 سنين لأنه صراحة بعمر أقل من هيك حتكون المعلومات شوي صعبة عليهم وما حينشدوا له كتير حلو كتير هو ومناسب للرحلات المدرسية أو لطلاب الأثر أو مثل ما حكيت للعائلات اللي أطفالها أكبر من 10 سنين هون بنكون خلصنا جولتنا في معرض الأردن وخصوصا معرض 1001 وبدي أذكركم أنه في أشياء أثرية وتاريخية كتير حلوة بس ما قدرنا نصورها لأنه للأسف ما قدرنا نمنع الأولاد أنهم ما يقربوا عليها لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب واستنونا فيديوهات كتير حلوة ومع السلامة